مساء الخير جميعا واهلا بيكم في مصر الجديده. النهارده الحد 9 نوفمبر 2014. عايزين نسال سؤال كده ونتكلم فيه بصراحه، ليه كثره اليمين دول فتاوى العلاقه ما بين الرجل والمراه وبصفه خاصه العلاقه الحميمه او العلاقه الجنسيه، خلينا نكون صراحه، ما بين الرجل والمراه. الرجل والمراه علاقتهم متحدده منذ بدء الخليقه، والناس عارفه كويس قوي تعمل ايه مع بعض يعني منذ زمن طويل، و ما اخترعتش النهاردة الحكاية أو تنظيمها النهاردة. الراجل عارف هو عايز إيه كويس من الست، والست مش محتاجة أي فتاوى عشان تتعامل مع زوجها. اليومين دول كل ما فتحت برنامج أو كل ما تابعت شاشات الفضائيات أو حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتكلموا على المرأة، العلاقة، العازب والعازبة، واقعة الزنا. النهاردة الدكتور علي جمعة، مع احترامي الشديد وتقديرنا ليه، المفتي السابق لمصر، بيقول إذا تزوجت المرأة أكثر من رجل في الدنيا فتختار أحدهم في الجنة. طيب إيه لازمة يعني موضوع زي كده؟ لماذا يطرح؟ لماذا يثير الجدل أساسا في المجتمع المصري؟ هل إحنا مركزين قوي في الحكاية دي؟ عندنا مشكلة بكل صراحة في الموضوع ده؟ النهاردة البرنامج وعملا بمبدأ مقارعة الفكر بالفكر والحجة بالحجة والرأي بالرأي الآخر، عندنا هنتكلم في هذا الموضوع. هيبقى ضيوفي النهاردة بعد قليل في مصر الجديدة إبراهيم رضا، وهو من علماء الأزهر الشريف، ومحمد عبد الله نصر، وهو أيضا من علماء الأزهر الشريف، وهنطرح هذا الموضوع بكل صراحة. أما ملفاتنا النهاردة كالعادة فهنبدأ النهاردة من شارع الهرم علشان نطرح سؤال على مسألة التعويضات لمد مترو الأنفاق في مرحلته الرابعة أو الخط الرابع. محمد حكيم مراسلنا موجود في شارع الهرم ومعاه ضيوفه بيتكلم على مسألة التعويضات، موقفهم إيه من تعويضات الحكومة عن نزع ملكياتهم لمد الخط الرابع لمترو الأنفاق بعد شوية. محمد حكيم وهذا الموضوع. أيضا عندنا مسيرة احتجاجية، صرخ التلاميذ مدرسة الأرمان الثانوية الفندقية، أصدقاء الضحايا الـ12 رحمة الله عليهم جميعا فيما عرف إعلاميا بمحرقة الأتوبيس، بيطلبوا بالقصاص. مسيرة احتجاجية شايفين جزء منها دلوقتي لمقر المدرسة بمنطقة أبو يوسف بإسكندرية. أما داليا أبو عميرة فهتقتحم سجن النساء، مش المسلسل ده، السجن بجد اللي في القناطر، لأن في متناقضات الحب والألم والمعاناة والفرحة في آن معا داخل السجن. أنا بقول أنا قتلت بس أخد على قد ما عملت. الساعة هنا تسوي الدنيا كلها. تحقيق خاص من داليا أبو عميرة لبرنامج مصر الجديدة عن الأوضاع داخل سجن النساء وعن ظروف السجينات وعن الجرائم، أبشع الجرائم اللي ارتكبتها النساء ويعني دفعت ثمنها عقوبة داخل السجن، اللي قتلت جوزها واللي سممت معرفش مين واللي اعتدت على جارتها. طبعا زي ما احنا عارفين يعني كل هذه الجرائم اللي عقوبتها الحبس، داليا هتتكلم فيها وهتتكلم عن ظروفهم وشايفين ازاي حياتهم داخل سجن النساء وعلاقاتهم بزميلاتهم وبالسجانة وبضباط الشرطة وبمستقبلهم فيما بعد قضاء فترة العقوبة. ايضا برنامج مصر الجديدة النهاردة بيعرض تجربة فريدة جدا في نوعها، لان احنا عندنا مواطن من شبرا امير تدرس بيعالج ابنه من التوحد بالجهود الذاتية. حكاية صبر اب على وجيعة ابنه في تحقيق خاص للبرنامج مع عماد البطراوي. لقيت واحدة من المدرسات في الحضانة طالبة انها تقابلني، فروحت قابلتها قالت لي ابنك عنده مشكلة في الاي كونتاكت، فقالت لي هو مش بيبص في عينين اللي بيتكلم. قلت لها يعني بحكم شقاوته يعني طفل صغير يعني. قالت لي لا، الموضوع اكبر شويه من موضوع الشقاوه، ابنك عنده سمات كتيره من التوحد.
أيضا في إطار تحقيقاتنا وملفاتنا من واقع المجتمع المصري، عندنا النهاردة حلم أسرة مصرية من الزاوية الحمراء، أم لابن عنده 12 سنة اسمه أحمد. الحقيقة أحمد بيعاني من ضمور في العضلات خلته بقاله 6 سنوات كاملة ما بيمشيش. حلم أمه الوحيد إنها تشوفه بيمشي مرة تانية على رجليه. عن 3 سنين وقع من البلكونة فنزل على دماغه، فما رحنا بيده المستشفى الحسين فالدكتور عمل له إشعة على دماغه وعلى رجليه، قال لي عنده شرخ بسيط في جمجمة وشرخ في حوض المياه.